بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. أقسم الله تعالى بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. فالموريات قدحا، فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. فأثرن به نقعا، فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا. فوسطن به جمعا، فوسطن به أي براكبهن جمعا، أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم، والمقسم عليه قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع للخير الذي عليه لربه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه أي إن الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة، ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر؟ إذا بعثر ما في القبور، أي إذا أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه.